والبعض يظهر قيامه بالليل لإخوانه بقوله اسمح لي أنا اليوم متعب ما نمت البارحة قمت الليل كله. والبعض يفهمك حرصه على صوم الاثنين والخميس فيقول لك أنا يوم الاثنين والخميس أكون قبل المغرب في البيت أتعشى بعد المغرب، أو يظهر لك اعتكافه فيقول أنا في العشر الأواخر لا تجدني إلا في المسجد. وهذا داء دوي ابتلي به الناس. قال ابن الجوزي ومن أعجب ما رأيت فيهم أن رجلا كان يصلي بالناس صلاة الصبح يوم الجمعة ثم يلتفت فيقرأ المعوذتين ويدعو دعاء الختمة ليعلم الناس أني قد ختمت الختمة. قال وما هذه طريقة السلف؟ فإن السلف كانوا يسترون عبادتهم، وكان عمل الربيع بن خثيم كله سرا، فربما دخل عليه الداخل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. وكان أحمد بن حنبل يقرأ القرآن كثيرا ولا يدرى متى يختم. إذا اتصل بك أحد وكنت في طاعة اعتذر له عن عدم التمكن عن الرد، ولكن لا تخبره بطاعتك، قل له المعذرة كنت مشغول لم يكن الهاتف في يدي، لا تقل له المعذرة كنت أصلي الضحى. اخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. السلف كانوا أحرص شيء على إخفاء أعمالهم. قال محمد بن أبي حاتم عن البخاري وكان يتصدق بالكثير يأخذ بيد صاحب الحاجة من أهل الحديث فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين وأقل وأكثر من غير أن يشعر بذلك أحد.